أحسن الله إليكم. هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له، بعث بسؤالين. يقول في أولهما: هل يجوز للفرد في صلاة القيام أن يقرأ في المصحف أم لا يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. يجوز ذلك إن شاء الله، إذا لم يستطع القراءة عن ظهر قلب فإنه يجوز له القراءة من المصحف، وفعله بعض السلف. نعم.